السلام عليكم، يعطيكم الصحة والعافية وهالأجواء الحلوة ما شاء الله. طبعا هذا الإيلاند حيوان جميل، حيوان ضخم ما شاء الله، يوصل لوزنه تقريبا إلى طن من الوزن. هذا من يبلغ يعني يصير حجمه ما شاء الله واجد عود وضخم ضخم يصير. شوفوا هذا لأنه ضعفان يبين لكم هذا حجمه، بس الحجم ما شاء الله يعني من الحيوانات الضخمة يعني اللي يعرف هذا النوع الحيوان. شوفوا شلون حجمه، في الطبيعة يبين أضخم من كذي يعني، ممكن في التصوير ما يبين الحجم ماله، بس في الطبيعة شيء فظيع يعني ما شاء الله، كأنه حصان تركب فوقه. عدل يا صديقتي، جاي تبي جزرة؟ ما عندي جزرة. تبي جزرة؟ جزرة ما في، خلصها. هذه الزرافة وهذا النيلان، شوفوا ما شاء الله حتى جمال العين الزرافة. وهذا أنا ما شاء الله فظيع. هاي الجزرة جبنا ليش؟ تفضلي. طبعا اليوم نراويكم كذا انواع مع هالاجواء الحلوة. عندنا هذا الايلاند، شوفوا شلون ما شاء الله. هذا الايلاند مع الزوبرا امير الوحشية. مع الاجواء الحلوة هذه ما شاء الله ما شاء الله. يأكلون الأعلاف الأبقار، شوفوا شلون حجمه، شوفوا شلون جمال الوجه ماله والرأس ماله، شوفوا هاي القرون ماله ما شاء الله. هذا الإيلان هذا مفروض يصير أضخم من كذي، بس أنا بروحه هني مايا ونيس. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائماً.